استغلالا للمعلومات اللي حصلت عليها الفرقه الجنائيه بالمصلحه الولائيه الشرطه القضائيه بامن ولايه شلف تفيد بوجود شخص يحوز على مبالغ ماليه من عديد العملات لدول اجنبيه بالاضافه الى مبلغ مالي مزور. كللت واسفرت العمليه ان توقيف المشتبه فيه بمعيه شريكه وضبط بحوزتهما على مبلغ مالي من العمله الوطنيه ومن 16 عملة أجنبية بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الأجنبية العملة الصعبة لعملة الدولار. وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية أحيل المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية.